أعزائي مشاهدي الحدثة في كل مكان من الأقصر، معكم أحمد العضيف، والنهاردة قابلنا عبده بالعجلة رحلة رحالة من القاهرة للأقصر لأسوان. طبعا هنعرف مع بعض من خلال عدسة الحدثة، هنسمع من عبده القصة. الأول عرفنا بنفسك عبده. اسمه عبد الرحمن محمد، من القاهرة بس أنا مواليد هنا بس عايش في القاهرة، وزميلي مصطفى كان نفسه اللي هو يزور الأقصر وأسوان، فأنا حبيت قلت له أنا ليا قرايبي هناك فإحنا ممكن نروح الأقصر والقاهرة أو الأقصر وأسوان وأعمل لك جولة هناك. فسافرنا يوم الخميس بالليل، وهو إحنا دلوقتي يوم الأحد في الأقصر ونزور المعابد. نعمل ترويج للسياحة اللي هي الأماكن السياحية في مصر بس بالعجلة بشكل تاني، وإن شاء الله هنكمل لأسوان بس هنقعد يومين في الأقصر اللي هو نزور كل المعابد إن شاء الله ونستمتع بالمكان هنا. يعني الفكرة على قد ما إن هي ترفيهية، هدفكم إن هو كنوع ترويج للسياحة. طبعا نعمل ترويج للسياحة برضه، إحنا رياضة العجل بتعمل صحة، وبنقلل برضو الاستخدام بالعربيات اللي هو شكل المواصلات وكده، اللي هي بتبقى وسيلة تنقل بالعجلة لكل مكان انت نفسك تروحه، ومش شرط لازم يبقى معاك عربية او اللي تركب مواصلة، ممكن ان انت ايه يعني تركب العجلة هتوفر منها بنزين، وتاني حاجة هتشوف اماكن انت ممكن ما تاخدش بالك منها بالعجلة، فمع العجلة بتشوف حاجات مختلفة كتيرة يعني. الرحله كانت عامله معاكم ازاي، والطريق كان عامل معاكم ازاي، وكمان احنا عرفنا ان ليكم متابعين كانوا منتظرينكم في كل محافظه، واستقبال جميل. هو كل محافظه بيبقى في دراجون بيستقبلونا، برضه اصدقائنا فيها متابعين عندنا في الفيس، فاحنا كل الدراجون بتوع العجل بيبقوا عارفين بعض عن طريق الفيس التواصل الاجتماعي، فهم كان اول ما يعرفوا ان احنا جايين من المحافظه بتاعتهم كان بصراحه يستقبلونا، وكان استقبال جميل جدا، وحابب اشكرهم كلهم. وهم برضو لما بيجوا يزوروا مصر القاهره عندنا برضو بنستقبلهم زي ما هم بيستقبلونا. والطريق كان كويس جدا، احنا واخدين الطريق الزراعي اللي هو امان اكتر، وعليه اماكن ان احنا نشتري منها اكل وكده، ومثلا نخيم فيها، هو لازم يبقى معانا الخيمه وكل العده والسلسلات السفريه. فكان الطريق بتاعنا زراعي مش صحراوي للأمان أكتر. الواحد والله اتشرف جدا إن هو شافه النهاردة، وأهل هو أقصر يعني ناس طيبين جدا ومحترمين، والواحد إن شاء الله يستمتع بيها جدا. والرحلة كانت جميلة وكان ليها متعة ومذاق خاص. أكيد طبعا هي بتبقى تعب، بس بعد ما توصل للمكان أو الهدف اللي أنت كنت محدده وبتنسى أي تعب. تاني حاجه هي اصلا بتبقى تعود ان انت بتبقى سافر اماكن كتيره، فبتبقى واخد على المسافات تمشي كيلومترات كتيره جدا، فالموضوع بيبقى بالنسبه للناس اللي هي سافر كتير بيبقى متعب قوي. ممكن لو حد حابب يجرب يبدا باماكن مسافات قريبه منه الاول، وبعد كده يقعد يطور من نفسه اللي هو يسافر ابعد شويه لحد ما يوصل للمكان اللي هو عايزه. ان شاء الله الواحد مش تبقى اخر سفريه لينا، ان شاء الله بسفرات تانيه كتير، وان شاء الله نفسي نسافر بره مصر بالعجله برضو، وربنا يكرم زي الاجانب برضو اللي هم بيجي يزوروا مصر وكده بالعجله، فاحنا نفسنا احنا برضو يبقى عندنا في مصر حاجات زي كده نسافر بره بالعجله، وربنا يكرم. وبعد ما هتخلصوا استقرار يومين في الاقصر وبعدين هتطلعوا على اسوان. باذن الله نطلع على اسوان، درجه الحراره عاليه جدا، بس برضو احنا مصممين نروح اسوان ونشوف الجمال اللي فيها والطبيعه اللي فيها واهلها الطيبين، وهنقعد برضه في اسوان يومين وبعد كده ان شاء الله هنرجع للقاهره. طبعا اكيد اصحابكم في اسوان منتظرينكم، انتوا منتظرين برضه مستنينا، والواحد فرحان جدا اللي هو يشوف اصدقائه اللي هو بيلاقيهم على الفيس اللي هو يشوفهم برضه على الطبيعه، وهم يعني كل شويه يتصلوا علينا ويتحمسوا علينا، ناس محترمه جدا، ان شاء الله هنتقابل هناك يعني ان شاء الله. نستمتع بالسفريه بس نستمتع فيها الاول في الاقصر وبعد كده ان شاء الله في اسوان. موفق عبد ان شاء الله، ورحله موفقه بامر الله سبحانه وتعالى، واتمنى لك التوفيق بامر الله. شرفتنا على موقع الحدث. الله يخليك حبيبي. صباح الفل. الحمد لله على السلامه الاول.
عرفنا بنفسك. انا مصطفى احمد مصطفى. اهلا وسهلا مصطفى، نورت الاقصر. قول لنا انت جاي من القاهره للاقصر بالعجله؟ ما شاء الله تبارك الله. طب الرحله استغرقت قد ايه؟ يعني انت في كل محافظه بتنزل بتستقر مثلا يومين ثلاثه بتعمل ريستو؟ يعني في كل محافظه تقريبا بقعد يوم. انا متحرك يوم الخميس بالليل. يوم الخميس بالليل من القاهره؟ تمام. اللي هو الاسبوع الماضي؟ اليوم الخميس اللي فات. تمام اوكي. طب بالنسبه للرحله كنت شايفها ايه انت وجاي الاقصر؟ الرحله بصراحه كانت جميله وممتعه، والناس كلها بترحب بينا على الطريق. طبعا اكيد ليك فانز كتير بيتابعوك وانت بتقول لهم. بقابلهم على الطريق برضه وهم كانوا بيرحبوا بيا، قابلت ناس زمايلي برضه كتير كانوا على الطريق وناس برضه كانوا متابعيني كنت بقابلهم. الرحله كانت بالنسبه لك ممتعه؟ اه طبعا، يعني على قد ما هي فيها تعب بس على قد ما هي جميله. جميله. وطبعا كل ما تروح محافظه تلاقي الفانز بتوعك مستنينك وبيستقبلوك على الطريق بتاع المحافظه. طب قول لي الفكره جاتك ازاي الاول؟ الفكره والله انا بحب ازور المحافظات في مصر بالعجله. اه العجله دي بحب اروح ازور كذا محافظه، سافرت بيها كذا محافظه بتعرف برضه على ناس، بزور اماكن جديده بطلع. يعني سافرت بيها قبل كده بورسعيد، سافرت الواحات، سافرت العين السخنه، في كذا محافظات يعني تقريبا نص مصر او ثلاث ارباع مصر زرتها بالعجله. يعني انت وزميلك مره واحده حبيتوا ان الفكره دي تكمل؟ زميلي وطبعا ليا ناس زمايلي في القاهره برضه بس هم ما جوش معانا للاسف. اه طب الفكره دي هل اول مره ليكم الرحله بالعجله ولا كانت ليكم رحلات قبل كده؟ وبعد الرحله بتاعت محافظه الاقصر والاستقرار يومين هتروح اسوان؟ طبعا اسوان. وهتاخد برضو 3 ايام؟ هقعد يومين ان شاء الله في اسوان. يومين وترجع تاني؟ وهتكمل برضو نفس المسيره برضو هترجع القاهره بالعجله؟ اه يعني كده انت نهايه المطاف بتاعك الرحله بتاعتك في اسوان. هزور كل اللي انا عايزه على الطريق طبعا، وانا راجع برجع خلاص خدت عدادي في الباص وارجع خلاص على طول. اه والرحله كنت شايفها جميله معاك طوال الفتره، وان شاء الله تكون مبسوط في الاقصر معاك. ربنا يخلي الطريق ساترها معانا، ما قابلناش طول الرحله دي باذن الله. الحمد لله، تشرفنا بيك يا غالي، تشرفنا بيك.